أعزائي متابعي موقع وجريدة الطريق في كل مكان، أهلا بحضراتكم في لايف جديد وتغطية جديدة من داخل محافظة الدقهلية. طبعا تابعنا مع حضراتكم قضية نيرة أشرف ومقتلها على يد زميلها محمد عادل في وضح النهار وأمام بوابة تشكى بجامعة المنصورة، القضية اللي شغلت حيز كبير من الرأي العام داخل وخارج مصر. النهاردة طبعا تابعنا كمان التطورات الأحداث، وكان يمكن آخرها سيادة المستشار خالد عبد الرحمن اللي رفع قضية تعويض قدرها 10 مليون جنيه على أسرة محمد عادل، وكان قبلها رفض النقد المقدم بوقف اعدام محمد عادل. النهارده ظهر لينا سياده المستشار خالد البري محامي محمد عادل وفجر لينا مفاجاه جديده، وهي ايقاف تنفيذ حكم الاعدام، ومفاجات جديده وعدنا بيها سياده المستشار هيفجرها معانا خلال اللايف، هنعرف منه التفاصيل وايه اخر الاحداث وتطورات القضيه، قضيه محمد عادل ونيره اشرف. اهلا بحضرتك سياده المستشار. بعد اذن سيادتك، برضه مش انا الواحد اللي شغال في القضيه. تمام. في محامين محترمين، استاذ وليد عبد الحميد شغال في القضيه، محامي الناقد استاذ محمد العسقلاني شغال في القضيه، استاذ فخري حسين شغال في القضيه. في ناس كتير شغاله في الموضوع، مش انا الواحد ورا، عشان برضه ما نسيبش الفضل لنفسي الواحد. تمام. ماشي؟ الجزئيه اللي انا عايز اوصلها للمشاهدين، عايز اوصلها للمتابعين المهتمين بالحدث والقضيه، انا بطلب طلب دستوري عادل، الا وهو عرض محمد عادل الذي لم يتم عرضه امام محكمه اول درجه على على اساتذه المخ والاعصاب واساتذه الطب النفسي، والمحكمه قالت في حكمها ان الشهر بهاء المر هذا القاضي المحترم الجليل الذي اقوم له كل تقدير واحترام، ان المتهم اجاب باتزان على كافه الاجابات التي وجهتها له المحكمه، وترى المحكمه انه عاقل. الاصابه بالمخ لا استطيع خالد البر او اي مستشار او اي انسان ان يقول ده عاقل ولا مش عاقل، مريض مرض في المخ والاعصاب ولا، الا اذا كان هناك طبيبا متخصص يقول هذا. محكمه كتبت هذا في نقدي، وتم عرض النقد على دوائر النقد برئاسه المستشار الجليل محمد عيد محبوب رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس محكمه النقد، وطلبت طلب جوهري وجازم إحالة محمد، بس سبحان الله تم رفض الطعن برمته يوم الوقت. الإنسان أي إنسان شاف الواقع قدامه لازم يتعاطف. أكيد طبعا. وأنا هل أنا ما تعاطفتش مع البنت؟ كلنا تعاطفنا مع البنت وأهل البنت. بس ما اخدش بقى الموضوع بتشفي، اقول ان الحكم ينفذ علني، يتنفذ مش عارف ايه، والرئيس حسني مبارك قبل كده مش تشفي يا فندم، مع احترامي لحضرتك مش تشفي قد ان تحقيق العداله، يعني القاتل والناس شافته، هو القاتل بعد اذن سيادتك. انا مؤاخذه عايز الحكم يبقى علني في الشارع. انت فاكر ان ده هيحد من الجريمه؟ اقسم بالله ما هيحد من الجريمه، ده هيخلي الجريمه تزداد وتزداد. ليه؟ يعني لما في قاتل يقدم على ارتكاب جريمه، لما يشوف واحد تاني اتعدم، ده مش هيكون افلام عبد موته والافلام محمد رمضان وافلام العنف والناس اللي بتموت في الشارع وتتعدم بعد كده، الناس بتتعرض ما بتتعرض. ده مجرد افلام وتمثيل، انما دي حقيقه وواقع يكون قدام الناس. ده التمثيل ده عملت خلل مجتمعي في المجتمع. طب ما هو لازم الخلل المجتمعي ده، هو الدرامي بتاع مسلسلات رمضان او اللي في السينما والعنف اللي في السينما دلوقتي، اي فيلم تلاقي فيه عنف وتلاقي فيه وتلاقي فيه وتلاقي فيه خيانه زوجيه وخيانه مش عارف ايه، والقصص دي بتاثر في البنات وبتاثر في المجتمع. طيب خلينا ننتقل للقضيه بتاعت محمد عادل ونيره اشرف. هي انا هلخصها لك في جزئيه بسيطه. اتفضل. السيد المستشار النائب العام وزير الداخليه رفعت هذه الدعوه طعنا على قرار اداري بإلزامهم بالكشف الطبي وتشكيل لجنة مشكلة من أساتذة المخ والأعصاب والطب النفسي والعقلي بجامعة المنصورة وجامعة عين شمس. بقول جامعة المنصورة عشان خاطر الاختصاص المكاني، جامعة عين شمس بالنسبة إلى
هناك اساتذه متخصصين على مستوى عالي في هذه الجزئيه. ما اقولش بقى اودعه ليه؟ انا ممكن اودعه بطلب، اودعه حق اشوفه بقى. بس الايداع للاسف الشديد الناس بتخش ما بي ما اساتذه المستشفى الامراض العباسيه في الامراض العقليه ما فيش اهتمام بالمريض. هل الطلب ده طلب كشف محمد عادل او لا؟ هل تم عرضه قبل كده او ايداعه قبل كده في النقض اللي كان تم؟ طب ليه؟ وعشان ايه؟ ليه؟ تعاطفا مع هذه الظاهره الاجتماعيه التي حلت بالمجتمع المصري، تعاطفا مع البنت اللي ماتت. طيب كما تعاطفتم في احكامكم وقلتوا يتعدم، انا بقى مستني اعدام الاخوه المحترمين اللي قتلوا شهداء نفسينا، مستنون بقى يتعلموا الجريمه. تم تنفيذها في واضح النهار امام الناس. هو الناس اللي ماتت في سينا في واضح النهار في الكماين شهدائنا دول ببلاش. لكن ده حضرتك ده طالب وكان ولا في الحرم الجامعي سيادتك. بس اقول لك على حاجه، القصه كلها موضوع بقى ايه؟ الاعلام تاجر بالقضيه. طب اعلام بدل ما تجرت بالقضيه تاجر بالناس اللي جنودنا اللي ماتوا في السجن. تاجر بالقضيه ايه حضرتك؟ ده 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 طالبه وزميلها قتلها بمنتهى الوحشيه. طب ايه السبب؟ السبب احنا اللي بنسال ايه السبب؟ ما انا عايز اعرف السبب ايه. والله السبب احنا وانا 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 مش ضد حكم الاعدام نفسه كعقوبه. امال انا بقول الشخص الطبيعي ياخد حقه في المرافعه وياخد حقه في الدفاع وياخد حقه في كل شيء. طب ما هو كان ليه محامي من اول جلسه. ما خدش حقه. انا مش عايز اعف حد. ما ينفعش اعف حد. هو كان ليه محامي من اول جلسه. ما خدش حقه. ما فيش محامي يخلي القاضي يستجب المتهم بتاعه. ما هو الحكم كله مبني على هذا الاستجواب في المحكمه. لولا هذا الاستجواب ما كان حكم الاعدام. الولد في الجلسه الاولى وكلنا تابعنا حكى القضيه تفصيليا وحكى الرفعه. مين اللي خلاها حكاها؟ ما ينفعش. ومن خلال كلامه غير دستوريه وغير قانونيه. لو المحامي بتاعه رفض انتهت القصه، القاضي لا يستطيع ان هو يساله. طب والمحامي لو كان شاف الولد عنده اهتزاز نفسي او اي حاجه كان رفض، انما اكيد شايف ان الموكل بتاعه او الشاب او المتهم في كامل قواه العقليه. طب هو طالب باحاله المستشفى العقليه ليه وهو عارف ان هو متزن؟ هتقصد تقول ان المشكله كانت عند المحامي في البدايه ولا؟ المشكله انا دلوقتي بقول دلوقتي. انا كمحامي حاضر مع احترامي الاستاذ محمد حمد احمد حمد دوران المحترم، بس القاضي استجوب المتهم ليه؟ لولا هذا الاستجواب ما كانت الحكم ده. امال يستجوب مين؟ ما هو المتهم لازم يساله. يا ستي انا ارفض. ايه الدوافع ورا تنفيذك الجريمه؟ القانون بيضربه اللي يرفض. ارفض القاضي لا يستطيع السؤال. الحكم كله مبني على سؤاله في الجلسه. انا عايز بقى شيء بسيط، انا بطلب احالته الى لجنه مشكله من اساتذه الطب العصبي، الطب النفسي والعصبي والمخ والاعصاب. طب ليه؟ ايه الاسباب؟ يعني هل ظهر على الولد اي حاجه بتؤشر او بتدينا ان الولد ده مريض؟ هو من صغره هو مريض بالمرض ده. مين اللي قال الكلام ده؟ والدته اللي بتقول. عشان ليه ما قالتش كده من اول جلسه؟ يا والدته حد سمح لها انها تخش الجلسه؟ ليه المحامي بتاعي ما قالش كده من البدايه؟ وانا بقى والله انا مش كنتش المحامي بتاعه ساعتها. طب هل ده تم تقديمه في النقد اللي تم ولا رفته؟ حد سمع؟ احنا الكلام ده مكتوب في قلب النقد. يعني تم تقديمه في النقد؟ اه طبعا. طيب واترفض حضرتك بتقدمه تاني؟ لا مش انا بقدم. انا دلوقتي في التماس عاده نظر. لو الحاله ديت لو ثبت ان محمد عادل فعلا مريض بالمرض ده عمل التماس عاده نظر اطلعه من الصوره. طيب لو ثبت عكس كده ان هو طبيعي يعني حضرتك دلوقتي مش بتدافع عن محمد عادل ولا انا بدافع عن محمد عادل كانسان، بدافع عنه ان الحاله التي تمت محاكمته بها حاله غريبه الشكل واللون. انا لو اعلق على الاحكام القضائيه هو طبعا لبشاعه القضيه، بس انا السرعه في الاجراءات ديت والحكم وعدم تنفيذ الطلبات استفزني فخليت خلاني عملت النقط.
تمام. لو جينا بقى لإذاعة حكم الهواء، ما حدش الإعلام على الهواء مباشرة، ما حدش يقدر يعمله. ليه يا فندم؟ لازم تعديل في القانون وتعديل في الدستور. طب ما حصل قبل كده وتم إذاعة حسني مبارك بقى الله يرحمه خالف القانون، الرئيس السيسي مش هيخالف القانون، عمر الرئيس السيسي ما هيخالف القانون. أنا بطلب تعديل تشريعي. ده مخالف للقانون؟ أه طبعا، ومخالف رائحة السجون. لو الاذاعه ده بقى يبقى نصيحه بقى بديع، وهتقول هتخرط الشاطر من الصبح يتعدم في قلب الميدان العام. مين اللي تواصل مع حضرتك من اسره محمد علي؟ والدته واخته هم اللي جم معايا ورفعوا الدعوه. يعني في توكيل رسمي لحضرتك للدفاع عن محمد علي؟ توكيل رسمي صادر ليا. طيب. وصادر استاذ محمد العسكري. قلت لي السيد المستشار ان اسرته او والدته تحديدا قدمت لحضرتك اشاعات بتؤكد ان هو عنده. قدمت اشاعات؟ امال؟ لا، والدته قالت لي عنده 1 2 3. طب ايه اللي اكد الكلام ده يا استاذ خالد؟ عشان تتاكد من عنده 1 2 3، هو في مشكله يا جماعه تمنع التشكيل لجنه له والحكم الاعدام خلاص. هو ممكن اللي يمنع حضرتك ان الشاب ده كان متفوق والكل كان بيشهد بحسن اخلاقه؟ ما انا متعاطف معاه. مش متعاطف معاه ان هو قاتل، متعاطف معاه ان هو انسان. اللي حاول هذا الانسان لان هو يقتل. تقصد تقول ان في مثلا يعني دوافع اضطرته ان هو في خلل في المجتمع اللي احنا فيه، ولولا خلل المجتمع ما كانش الرئيس السنه عامل حوار مجتمعي. طب خلل في المجتمع يبقى في ضحيه، بنت ضحيه علشان كده؟ ضحايا. طيب طب ما هو لازم اللي عمل حاجه زي كده يتحاسب، ده دافع اكتر للحساب. انت لما يبقى في حساب وفي عاجبك، انت عاجبك اللي بتشوفه في الشوارع، يبقى نمشي ننصب محكمه بقى لكل الناس. انا دلوقتي واحاكم تقاليد وعادات تم انتهاكها، ولا مؤاخذه الناس القدام متاثرين ليه؟ عشان متمسكين بعاداتهم القديمه. ايه اللي بشوفه في الشارع؟ البناطيل مقطعه وهباب الطين والزفت الطين اللي طب ما ده من الاحرى اللي يخلينا اللي احنا ده حقوق انسان ولا حقوق مراه؟ مش حقوق انسان ولا حقوق مراه. نعاقب المخطئ، ده اللي يخلينا نعاقب المخطئ. واحد ارتكب جريمه بشعه يا ستي، انا مش ضد العقاب برضو، انا مش ضد العقاب. حضرتك قلت في ثغرات معينه. انا عايز اوصل لحاجه معينه. حكموا الراجل ده بعداله وتنفذوا له الطلب اللي طلبناه قدام محكمه اول درجه وقدام ثاني درجه. مش عايزين تنفذوها بقى، انتوا حرين، ربنا لا يحاسبكم. مش طيب اشيع في الساعات الاخيره ان محمد عادل من اللي اشاع الخبر؟ من خلينا نقول الخبر الاول. مين اللي تم تحويله او تم احالته من سجن جمصة اللي هو كان موجود فيه استعدادا لتنفيذ حكم الاعدام؟ من سجن لسجن، هو لازم يتنقل من سجن لسجن ينفذوا حكم الاعدام فيه؟ مين ده اللي اشار؟ يعني حضرتك بتنفي ان هو لا مؤاخذه، هو محمد عادل ده بقى كل اعمال الشفه فيه؟ مش شفاف يا فندم. بقى يعني بقى ارحم نفسك بقى يا اخي، ارحم نفسك، ارحم نفسك، انت عارف نفسك. تقصد تقول ان الاخبار او ارحم نفسك اللي اتقال ان هو محمد عادل تم تحويله اللي هو يتعدم يعني في خلال الايام القادمه؟ هو محمد عادل ده بقى شوكولاته؟ بقى مرض؟ وقف كده واعمل كده في ايه يا عم؟ احترم اهل الناس واهل الولد. احنا متنرفزين يا استاذ؟ احنا بنتجادل او بنتحارب مع حضرتك. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه؟ قلت لي ان في مفاجآت جديده في القضيه. يا ست اقسم بالله لو طلع مريض اوقف الحكم ده بقوه القانون، اوقفه بس يطبق العداله معاه. ولو ظهر ان محمد انا هكون اول واحد ضده سليم. اه يعني انت بتقول النهارده ان كان في ثغره معينه في المحكمه؟ انا بحاكم اجراءات وضد اجراءات لم تتبع. اللي هو ثغره اللي هو ما تم اطعم كان محامي اطعم الدستور قال لي اطعم في التماس عدد نظر، لان الحكم مش لاقي باب في التماس عدد نظر ممكن يتقبل. اما بقى شغل المتاجره بالقضيه الواد غلبان زي ده، لا عيب. من بدايه القضيه سياده المستشار ولا احضر حكم الاعدام بنفسي، مش احضر حكم الاعدام في ايه؟ شفنا من بدايه القضيه ان كان في ناس ما زي ما الثاني لها اهل، ما احنا الثاني له اهل برضه. طب انت بدل بقى ما تطالب اعدامه على الهوا، هات خيرت الشاطر واعدمه لي. بلاش نوجه الكلام لشخص بعينه، خلينا نتكلم بالقضيه بشكل عام. هو عارف نفسه. خلينا نتكلم بالقضيه بشكل عام، احنا مش بنوجه الكلام لشخص بعينه. انا بقى معايا، انا بقول لك ايه؟ انا بقول لك انا واضح وصريح. عيب اللي بيحصل. اللي بيحصل يا فندم من عيب اللي بيحصل. تم قتلها على يد زميلها يا ستي. انا ما بقولش وانا بقول لك انا بشجع القتل.
في ناس النهارده ظهرت مع الولد بتقول الولد مظلوم، والولد فعلا قدر ان هو يكسب تعاطف الناس خلال محاكمته لما اذيعت المحاكمه. هو في واحد بيتحاكم وهو بيموت؟ في واحد بيحاكم وهو مضروب؟ ما هو اتضرب ليه؟ الناس ضربوه في الشارع، لا اله الا الله. هو اتحول من قبل اللي مجني عليه دلوقتي في الحاله دي. ومش ممكن واحد يكون قتل واحد تاني يخبطه خبطه يعملوا عاهه مستلمه يتحول من اللي مجني عليه في العاهه المستلمه ولا لا؟ هو لا مؤاخذه، مين اللي مديله الحكم؟ الحكم اجراءات النيابه وتحقيقات النيابه، ما فيش محامي لا مؤاخذه ما تزعليش مني بقى مع احترامي للمحامين كلها كان له الفضل في موضوع الاعدام. محدش بقى يرسم نفسه بقى على اخر العمر. تمام، في حاجة تانية حضرتك حابب تضيفها سيادة المستشار؟ ألف شكر. تمام، احنا بنشكركم جدا متابعينا الكرام، متابعي موقع وجريدة الطريق في كل مكان، انتظرونا في لايف جديد على موقع وجريدة الطريق.